خروج الجزائر اقول منتصره من هذا المازق اللي حاب المغرب تحطوا فيها، اعتقد انه الكاف تغيرت المعطيات. ما دام الكاف اليوم نحات لو فات ربحنا هذه المعركه، هما جاوا يحسبوا يعني خسروا في لافير، خرجنا بمكاسب ومكاسب كبيره ابرزوها على الاقل مع لي زافريكا والناس دير في الاستراتيجي. وكنا احنا من الناس ما تخممش زاد مين وهكذا الاول احنا واعرين 82 رايحين بهذه العقليه. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الاعلام الجزائري كيقول لك هنيئا لنا انتصرنا على المغرب. فاش انتصرتي على المغرب؟ قال لك بان الكاف سيدي خرجت وعلنات بان تاريخ اعلان على البلد المنظم لكاس امم افريقيا 2025 ما غاديش يكون في نفس التوقيت اللي كانوا قالوا، ما غاديش يكون في البلد اللي هو المغرب، غادي يكون في القاهره، وما غاديش يكون بعد نهايه كاس العالم للانديه في المغرب. وهذا انتصار ايه؟ كيفاش انتصرتوا؟ قال لك لا راه قالوا لنا بان كان غيكون في المغرب. واش قرار من الكاف بانه هو اللي قال؟ لا ما كان لا قرار لا والو، غير كنا سمعنا هذه الهضره هذه من عاد ما سمعتيها. ها انتم كتقولوا القرار يلا خرجتوا الكاف، اذا شكون كان كيقول لكم راه غيكون في المغرب؟ وباش عرفتي انتصار علاش ما تقولش بان فوز رجع مثلا كان غيكون في المغرب وحيدوا من المغرب باش يبعد الشبهات، باش ياخذ التنظيم من قلب القاهره؟ تبان لك عا زعما راه انت انتصرتي. وفي نفس هذا الحوار هذا غادي ياكد بان ما عندهمش رجال داخل الكاف والمستوى ديالهم ضعيف. وكيفاش انت كتقول بان هذا الرؤساء عندك جما ضعاف وفي نفس الوقت هما جابوا لك انتصار؟ شافين هو الانتصار؟ زعما عايشين هذا الاعلام هذا عايش في واحد العالم بوحدو، هذا عالم اخر. خليكم تضحكوا شويه مع الاعلام ديال الكراغله، نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير. ما تنساوش لايك، خليونا الراي ديالكم في التعليقات، واللي مازال ما مشاركش معنا يشارك ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. كاف حددت تاريخ وموعد الاعلان عن هوية البلد الذي يحتضن كان 2025. البلد هو مصر. التاريخ منتصف شهر فبري تداولنا في الأيام القليلة السابقة حول إمكانية أن يكون هذا القرار من أرض البلد الجار في وقت نهائيات أو مونديالات كأس العالم للأندية. الكاف عن طريق الأدرع الإعلامية تم تسريب هذا الخبر. الخبر يقول أن الكاف ستحدد هذه أو هوية البلد المحتضن في شهر فبري، منتصف شهر فبري، وفي بلد اسمه مصر الحبيبة. تداعيات ودلالات هذا التغيير رفيق؟ لا، أولا أعتقد أنه الكاف وجدت نفسها مضطرة في حرج كبير بسبب ما قام به الاتحاد المغربي لكرة القدم. لا أقول بسبب الخلاف بين الاتحاد الجزائري والاتحاد المغربي أو الخلاف بين الجزائر والمغرب، أقول بسبب المغرب. لماذا؟ حجج بالناقل الرسمي والخطوط الملكية المغربية على أساس أنه المنتخب المغربي يجب أن يتنقل في كل خرجاته عن طريق الناقل الرسمي والأرام، وبالتالي منح لنفسه عذرا غير صحيح على أنه تعذر عليه القدوم إلى الجزائر. ونعرف شنو تداعيات ذلك، يعني المغرب معرض لربما لعقوبة. أعتقد أنه الكاف في تلك الفترة خاصة عن طريق رئيسها موتسيبي شعر بحرج كبير، خاصة أنه المغرب حب يعني يقطع الشك باليقين أو يتلاعب ويختبئ وراء حجج، وهي ويقول عندما قال أنه دون لارام احنا ما نجيش للجزائر، يعني تعدى الجانب الرياضي. وهنا لاكاف شعرت بحرج واعتقد انه حبت تصيب حل وسط، والمغرب رفض. ثم جاء البيان تاع الجامعه المغربيه الملكيه انه يحتجوا على ما قيل على انه يعني حفيد فتاح شال فيه جانب سياسي. شفنا حفيد مونديلا وهو مدعو يعني من المدعوين للكبار لي يعني يمثل لي يعني جد هو رمز المقاومه في افريقيا، تكلم على استقلال الصحراء الغربيه وفلسطين، وهذا اكيد يمثل الضيوف. يعني الجزائر ما ما ما, ما داستش على لوائح الكاف، وبالتالي ارادوا اعطاء بعد سياسي للقضيه. واعتقد انه الكاف مع تسلسل الاحداث اقتنعت بان المغرب لم تكن لديه نيه في القدوم، ولكن كان يريد يعني تسييس الشان ويعني والخروج يعني يحط لاكاف تحت ضغط شديد. وبالتالي علاش درت هذا العرض اليوم؟ والسؤال ربما كان غير ذلك، لانه قبل الشان كان هناك حديث عن البلد الذي سيخلف غينيا الاحتضان كان 2025. كانت هناك مؤشرات، ما نقولش مؤشرات، نقول على الاقل اخبار
تقول بانه الكفه ستميل لصالح المغرب، لان المغرب عضو في المكتب التنفيذي، لانه لعبت الكواليس، لانه دايرين اللوبيينغ، لاننا نحن غائبون على مصدر صناعه القرار على مستوى الكاف، وهذه حقائق ثابته. كانت مؤشرات تقول بانه المغرب لكوليس راح يدو تنظيم كان 2025، رغم ان الماده 23 من لي ريغلمون دابليكاسيون دي ستاتيو ما تعطيهمش هذا الحق، لانه اللي خدا فرصه التنظيم تروح له الاولويه. بعد يعني خروج الجزائر اقول منتصره من هذا المازق اللي حاب المغرب تحطوا فيها، اعتقد انه الكاف تغيرت المعطيات. ما دام الكاف اليوم نحات يعني غيرت موعد اعلان البلد الذي سيحتضن الكان 2025 نحتها يعني من لو 10 فيفري، يعني نحتها من المغرب، لانه ضربه موجعه على مؤشر كبير، يعني مؤشر في صالح الجزائر. كان من المفروض، وهذا خطا من طرف الكاف، عرس افريقي ما تعلنش على بلد يحتضن عرس افريقي في عرس تاع الفيفا، عرس عالمي اللي من لو بريمير لو 11 كاين لا كوب دي مون دي كلوب، كي تدخل لو 10 سافي دي سيستيماتيكمون بلي حتى توصيها في المروك. لو فات ربحنا هذه المعركه، هما جاوا يحسبوا يعني خسروا في لافير، خرجنا بمكاسب ومكاسب كبيره، ابرزها على الاقل انه الكاف اضطرت الى يعني اختيار تاريخ جديد، يعني في بلد اخر اللي هو بلد مصر مقر الكاف، لتفادي كل التاويلات. وبالتالي يوم ربما 15 اعتقد يوم 15 مش 10 15 في المنتصف في شهر فيفري يعتبر مكسب لينا، وبالتالي اعتقد انه الكاف ما حبش يكون في حرج امام البلدان المترشحه، ما تعلنش على من يستضيف كان 2025 في بلد هو اصلا مترشح. تحدثت عن المرافق الرياضيه والملاعب التحفه، الحله الجديده للمرافق الرياضيه في الجزائر تحسبا لاحتضان مسابقات كبرى افضل من الشان الذي جعلناه افضل من بطولات سابقه لكاس امم افريقيا للاعبين ذوي الامم. مرافق، شاهدت هذا التقرير، تكلمنا في السابق حول جماليه البنى او المرافق الرياضيه، دور هذه المرافق في مسايره المخطط الذي تعمل به الدوله الجزائريه والفاف من اجل اعاده وزن الجزائر كرويا داخل العمق الافريقي. يا الفاف ما يشد حتى حاجه، لازم نقول لك بين قوسين، شوف انا نطرح في السؤال لازم نقول لك بين قوسين. قوسين ما مزدوجه فيه الفاف ما يدير والو، راك انت لا فيداسيون ديالك ماهيش قادر ميم با تدخل بيرو اكزيكيتيف لا كاف. خليها في الدوله الجزائريه، هضر على الدوله باسكو تفتح الفولي تاع لا فيداسيون هذيك حاجه واحده اخرى. بابلو تا صافي لو 15 جونفي، لو 15 جونفي كي فتحت لي سوجي دونك نعطيك، باسكو الناس تتحد فيما بيناتها، يعني البلدان تتحد بالصحافه ولا في دي فيديراسيون لي زونسي جوور والجماهير، الناس تحت كيكون الانتيري ناسيونال، كيكون الانتيري ناسيونال. حنا حرب ماجير، انا بالي نشتو في دي روت ماجير، الناس تصفر عليه ايقونه تاع الفوتبول، يعني بليماج تاعو نستثمروا فيها، ما حبيش نستثمروا فيها. حنا نروحوا بريجوجي، حاجه عندها علاقه بالتدريب، عندها علاقه بالطابع المحلي، نخليوها كيكون مع الضيوف نستثمروا في لي زيكول. لا فيديراسيون تاع الفوتبول لو 15 قبل ما نهضر على البنى التحتيه، لو 15 جونفي ريونيون تاع الشان، ريونيون تاع الشان، وعندنا عضو في الشان اللي هو عماره شرف الدين لونسيان بريزون لا فيداسيون جون دو فوتبول، كان عضو في الشان، راح من لا فيداسيون بصح مازال عضو في الشان، كيما صامويل ايطو عنده منصب في اللجنه الماليه في الشان، وعضو في الشان، يعني عضو في لا كوميسيون تاع الشان. سموه الاتحاد الافريقي ماشي اللجنه الماليه. ماشي لا كاف عينه. واضح باش نوضحوا الصوره. عنده موندا. شنو نوضحوا الفكره للمشاهد؟ ايه كي كان بريزيدون كاين بوكو دو كوميسيون فيها لي بريزون تاعها فيها لي مومبر، كي كان هو بريزيدون خيروه بارمي لي مومبر تاع كوميسيون شان. كيما سموه الايطاليون بريزون فيدراسيون جديد في الكاميرون، ما يدخلش ليكزيكتيف ينحي اللي راهو الكاميروني اللي كان قبله، كي كان اون بوست خلي ليكزيكتيف باش يقول لهم نحيوه نحيوه، انا هو البريزون جديد، ما تمشيش بهذه الطريقه. يجي في ريونيون سيري عمارة شرف الدين ما كانش في لافاف، بصح عنده موندا في لاكاف يكملها، يجي سيز فيزف يشوف الداخل، يدير حس كبير قدام الافارقه، شوف المستوى وين نزل، المستوى وين نزل اللي زفزاف اللي حنا غلطنا في حقك، اعتذرت لك على حق كنا خاطئين في حقك، ولكن اليوم انت غلط في حق الجزائر، عطيت واحد الصوره تاع مش با تاع الناس الدلاله تاع احياء باش نوضحوا الصوره، دخل الفندق دخل يحضر اجتماع عنده يعني لافيتاسيون
عمار الشعبدين هو كيفو كيف لي مونبر افريكان في لا كوميسيون دار حاله زفيزف ودار مع لي مونبر وعيط فوق المينيستير مزيان المينيستير ما مشاولوش دار فضيحه كيفاش هذا عمار تجيبوه هنا وبريزون بلافاف وشنو يدير هذا هنا يعني من هون الفضيحه من هون الفضيحه لي زافريكان كانوا محاروا لي مونبر اللي كانوا محاروا ما امنوش بلي انا الجيري يحار في الجيري جوست جو سي با هي على بالو بلي سي تا موندا يمثل الجيري تما ما يمثلش عمار شرف الدين عمار شرف الدين باش يفيت المهزله دار دومي تور عاود راح وبعث لهم لاكارت قال لهم خلاص ما تجيش ديروني بزاف باش يحضر على بالو روح وحضر باسكو داش شغل مور العرس نحضر الناس لي زافريكا لي مونب اللي كانوا تما ما صدقوش انه مستوى لا فيداسيون جاتو من راو في الصومي يلحق بزاف بهذا المستوى يعني اللي يعني تحشم به ما قدرش يخموا هاد الناس اللي مازال انا نكون ما خموش لما لي سيفري تاع لي سيبورت على باجير كاين نشوف انا ريسبونسابل ريسبونسابل يحط لا اسمح لي يحط مصلحه الجزائر بار ويبهدل بينا قدام لي زافريكان جوست باسكو باش يكون هنا باش ما يكونش فلان سا سي مالور ما تقدرش تداعيات مثل هذه التصرفات على ما تزيدش تقول لي لا فيديراسيون باسكو ما نحبش العبارات الجاهزه لا في الدوله دارت جو اونتيرمون داكور الدوله دارت والدوله دارت اون استراتيجي ايتو قدرنا نجيبوه يعني نظره يعني الاستراتيجيه تاع الايطا في وقت مضى كانت لا دي بوندال اللي يجي يهضر كاسابا ايتو وكنا نقولوا كنا في البلاطو كتبتها انا في الخبر اشاك فوا وكتبت موضوع قلت كسب الاعداء في القاره السمراء يتعدى الخطوط الحمراء سيدي ما عندناش بعد نظر كنا رابحين العيب اوفر جيم سمحوا لي بو ليكسبريسيون مع لي زافريكان والناس دير فلا استراتيجي ولكن حنا من الناس ما تخممش زاد مين وهكذا الاول حنا واعرين 82 رايحين بهذه العقليه من بعد الدوله بالركو فاقت بلي كاين استراتيجي ماشي نابورت كي يسوق ليماج دو لالجيري ماشي الناس ما عندوش مستوى يسوقوا ليماج دو لالجيري عبر لي ريزو سوسيو داتنا يعني للهاويه غروند فيتاس لا بروف قدوم ايتو فيه عمل اكيد استراتيجي تاع الناس تخمم قبل وفي استقبال سفير الجزائر في الكاميرون السفير صبرت تاعنا السفير الجزائري في الكاميرون استقبلوا ماشي عكس ما دار السفير السابق تاعنا في قطر اللي استقبل اليوتيوبر كي ضربوا ايطو يكبر به وكانه احنا فرحانين بالبلاك يعني انا كونبارابل اشياء تغيرت جو دي بيان السفير السابق تاع قطر السفير السابق جو دي بيان السفير السابق سي بون مور استقبل هذاك اليوتيوبر سي بون سي با ليماج دو لالجيري هذه كي جا سامو الايطو مدينا بعد صوره جميله على الجزائر على اساس نخمو يعني بذكاء بتأني بنظره استراتيجيه انك باش تكون قوي ما تكسبش الاعداء تكسب الحلفاء والاصدقاء قدوم سامو الايطو مؤشر قوي وقوي جدا من الجانب الاخر الدوله شو شي دير يعني لا استراتيجي يجوا حنا لا فيديراسيون تكلم عليها هذه ايجا بريزون فيديراسيون اللي ما عندوش بالك نظره استراتيجيه يتضارب وسط لي زافريكا كيما صار مع ديال ايقونا في الجزائر في وسط لي ستات على لو موند يجوا لي زاجين صفروا عليه سي ما عندك لا بعد نظر ما عندك لا لي روبير ما عندك ولا شيء البريزون دو فيدراسيون جينا دو فوتبول اللي باش اذا كان اشكال لو نعتبروه انه اشكال نحلوه يعني بعيد عن الضيوف ماهوش اشكال يروح يدير قفه حس قدام لي زافريكان جوست باش يدخل هو ما يدخلش شرف الدين بهذه الاستراتيجيه كومسين تاعك تخدم ضد مصلحه الجزائر راك تعمل باش تعرقل لا استراتيجي انك باش تولي في ليزانستونس بهذه الطريقه زفزاف حبيت تلحق ليزانستونس بهذه الطريقه باش تروح في جوان المقبل ربما يديروا الجمعيه العامه باش تدخل ليكزيكوتيف تكون على منطقه شمال افريقيا مع ربما حاكم شمالي الليبي راح تكسب تأييد انت بينك وبين يعني وليد بلادك ما قدرتش تتفاهم معاه كيفاش الناس واش حتمد للناس ما راحش نقول اشياء بالك ربما الناس يقول مبالغ فيها مانيش حاب نذكر اسماء لانه الناس راح تزعف الناس راح يبدوا من جيابهم يصرفوا على الاعضاء باش يخلوا في اريحيه جوست بو ليماج دو لالجيري الناس يتصرف من جيبها من لي مومبر شي تعطي لهم رشوه بعيده يعني اكيد يحطون دي فيكول ديسبوزيسيون يعني يحطون في ظروف مريحه يسون بريزون مام ستركتوري وين زفيزف ما يقدرش يديرها ما بيخممش يديرها وما يقدرش يديرها وامبوسيبل يديرها بالمحال كيما رابح ماجر جايين ولا رابح ماجر رابح ماجر معليش نقولها لك نقولوا ماجر نقولها هو يعيط لي ستار افريكا باش يسي يجيبهم دي ماتش فينال ولا يجيبهم باسمه ما حبش يقول حتى لواحد
تكون الجيري. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليو لي الراي ديالكم في التعليقات، تخرجوا لي بالراي ديالكم. الناس اللي مازالوا ما مشاركوش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.